مطربه لا يومين ممسكه معايا عيد الغنيه. لو اقول لكم على حاجه اني البس الرموش يا اخي خلي من الجيران يصحون كتالي يا بتصحى مو الجيران كتالي ما بتصحى الجيران عسل انا راضي بنتي تصحى تصحى العماره كلها بنتي ولا بنتك بنتي ولا بنتك امحق اب ودي استاذ شو بالصحي يلا يلا مالك صلاح فيها يلا بالصحي مالك صلاح فيها مالك صلاح افصل المسجل بعدين مالك فصلته تعال افصله وريني وريني تعال افصله لا تعكر يلا مزاجي جيب لي الصاجات الجيران دحين فرحانين دوبهم دقوا علي قالوا كويس صحيت عيالنا لا لا وابتسم شوي عشان بنتي هاي لا تجيب لي ترى الطفش جيب لي الصاجات شوفها هنا خلاص ما دام انت شايفتها شيليها يا ربي سترك لا تعكر ترى مزاجي يا العكيرة تعال ارقص معايا رقصة والله اسمع الحين اقول لكم هذه المطربه والله العظيم لها يومين ما اكذب عليكم داخله كده براسي بجوي اعيد الاغنيه والبس زر مش اسوي كده ما اعرف ليه تتوقعون اني سكن تتوقعون فيا جني انا ما اسمع طبيعي ايوه مو طبيعي اص سك الكومنتات يا ردوش قاعدين حوشانا اليوم بسرعه قفل الكومنتات كم عدد بتكمل تتكلم قفل الكومنتات اسمع حلوك في الموضوع حط رموش حط رموش حط رموش مو طبيعي ومو طبيعي ها من جد مو طبيعي طب ايش اسوي يا بنات انا خاطري مكسور تعبانه الحين نفسيا يعني والله ما بحط بنات اغاني حزينه عشان نفسي ما تنكسر I'm gonna go to the hospital.
سؤال، انت اللي تحسين وقته ولا مو وقته؟ انا مزاجي كده يقول، ايش لك صلاح فيا قال وقته ولا مو وقته؟ قطع، قال مو وقته، مالك صلاح فيا يا اخي؟ عندي دحين نفسيه من اللي صاير معايا، فضيت لك انا اقعد ابكي، اقعد ابكي ولا اجيب النفس التجلط؟ لا والله العظيم بفك وبهيص وبسوي كل حاجه، كل شيء بسويه. حلوه ذي، يلا دلوف يا الدليفه. طبيعي ها، والشعر على جوا ها من المخدة، ايش اللي مو طبيعي في الموضوع؟ ايش اللي مو طبيعي؟ انت معصومة كل شيء يا حبيبتي، في الطبيعة في التطبع، انت في الواقع. حلوة ذي قال مو طبيعي، طبيعي ايش يا عمري؟ طبيعي ايش؟ والله حلوة ذي، تلاقيك خص مني دوبك صاحية من النوم، فضيت لك انا، فضيت لك انا. معصومة بطلي هبال، كمل الرقص مالك ومالهم. سلطان يجي دوس 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 يجي دوس دوس تنكس يا عيون شعرته ولوخ عيونه ولوخ الدوخة، جبت لي الدوخة ورب الكعبة. طيب حبيبي أنا جيت أركزك يعني من كثر الحماس والتفاعل اللي لا حبيبي أكثر قصني على هذه الأغنية دقيقة، هذه حبيتها معك، أحس كده إني سمرة لما تقول اسم الحلقة قابلتها وتسوي لي كده مرة تدلعني. بس أهم شيء إنك لابس الكمام عشان ما تطبخ علي. عادي حبيبي. ما واجهت لا انت مبدئيا انت مهبول، انت بالعكس انا بدي
لا لا يا وين يا وين اسمع حلوك قلت شكرا يا زوجي شكرا انك قاعد ترضيني عشان حضروا حسابي وانك صحيت من النوم قلت طاولي انا حضروني حبيبي عادي مو مشكله حتى لو حضروك يشوفي متابعينك يجوا في اي مكان انا اسكت عن السبب انا السبب ابعرف طب انتوا دقيقه تقولون مو طبيعي سلطان واحده قاعده تقول مو طبيعي اللي قاعد يصير تمام أنا أسأل نفسي سؤال طب أوكي أنا مو طبيعي تمام دقيقة استنى بشوف استنى في أغنية لا إيش اسمها هذيك الأغنية دقيقة أسمع قاعد تقول مو طبيعي تمام طيب لما هي تقول مو طبيعي يا حبيبي تمام هي إيش مجلسها شرفني حبيبي يعني انت ترى برضاك جالسه يا اختي برضاك وقطع سلطان اسمع هذه الاغنيه هذه ما قد سمعتها انت مره تقدري تلبسي نظاره على الرموش هذه ايوه اقدر البس نظاره على الرموش لا اسمع لي طب دي الاغنيه ما قد سمعتها مره تمام ابى اعلمك رقصه جديده تمام اسمع قلنا الخطوات اللي سوى دي رقصه جديده على الساحه والله دشانه اكيد اللي مروقه في ايه مروقه في ايه طبحانه تبدأ الميوزك هذه رقصة جديدة على الساحة بخليه يتعلم تعالي شفتك شو هذا ندوش قفلين الكومنتات ماني فايقت له شو هذا من صباح الله خير لا اقعد لحالي الحين ترقص قطع شو هذا قال يلا لله يا جمسني قلبي غدا بو
مو طبيعي، مو هو اللي يقول، انا اللي اقول من جد مو طبيعي، والجيران صحيوا بجد مو طبيعي. مش جيران مصرفين؟ والله اسمع انا طفشان، خلينا نصحى ثاني السلطان، جيب لي طاوات تكفى. طاوات؟ جيب لي وبلبس على ثاني السلطان. خذي لك هذي حكي. ايوه البس حقك، بجيب لي طاوات. بلبس انا دي، بجيب لي طاوات. صفقيه بهن كذا. لا. عشان يحضروني صح؟ Oh.
خلاص يا توني النفسية باظت، بنسحب بنسحب من اللايف، نفسيتي تعبت. هيه كله منك. وين سويت؟ كله منك، كله منك. وين سويت؟ ايه؟ وين سويت؟ خلاص اديني اديني، كله منك يا اخي وخلاص. أكيد إني بتونس نفسي من هذا الصباح يا أخي، إيش بونس نفسي أنا؟ وصولي للنجاح ما كان سهل، وكان لازم أوازن بين شغلي وحياتي للوصول لهذه اللحظة، بس إيش اللي يخلي؟ يلا صفحة. صراحة أبغى أرقص على أغنية رايقة مرة بالكعب. أبغى أرقص على أغنية بالتكعب. سومتك فين تكفين ايه؟ خليني في حالي، ترى اليوم بتنفسنا. يلا فاكرين افتح نزيد الاوقات؟ عارفه انهم مبلكين حسابي بس تقول لي سوم دون سوم، هات تقول لي اسم اليوم سوم مره، جيب لي الطساجات. احنا السعوديات طموحنا ما يولد فين، كفيني ترى في طريقنا تعب وعرق، كفيتوا وحسيتوا عندك الدهاء. اي لافندر الجديد الى الضفدع جيب انت عاش يدوم 48 ساعه. والله العظيم ترى انا ماني فاضي ترى للفراديل.
يا عزتي لك يا سلطان. ليه برضاه؟ صدقي لها حبيبتي، صدقي لها الكومنتات اللي ما طب حبيبي بهدي لك أغنية تتقبلها مني؟ عادي، ايش عادي يلا، بس خايفة منك. والله إشاعة، حكي العدة
بدي الأغنية. بحط أغنية في واحدة هنا شفتها ستة مهورة مني يا حضرت لي دقيقة. مين هذه؟ واحدة استنى تكرهني هي بس دحين أوريك فيها. مين هذه؟ ما أسوي لها بلوك. لا صبحها. دقيقة. حدا يكره سوم؟ دحين خلينا صبح بابغوني وأنت كل اللي سويت تسوي زيي. أي شيء سويت تسوي زيي. نفسي هنا يا فندم زيدي على فكرة النهار فوق أطول وأعرض لحماية من كل جهة. حملوا تطبيق أمازون واستمتعوا بأحلى من ده كمان تأخذ تقولي من ده كمان لك عين.